لكم يا شباب. الو الو طبشوا هذا محمود تعود. خايفين ماما؟ خايفين؟ تخافيش يا ماما، راحت تخافيش حبيبتي. هاجموا مرتين في الليل وبكينا نايمين. مجدي صحينا فكرهم متكاتين باكل مستوطنين طاحين يومتها وباكل مستوطنين هم يحرقوا سيارة دار جورنا اللي هنا بس ما حرقوهاش كسروها. تم الاعتداء علينا قبل المستوطنين في 12/12. ضربوا علينا موليتوف على الشبابيك الساعة 12:15 في الليل واحنا كنا نايمين. طبعا هاي الغرفة بناهم فيها الاولاد الصغار. يوم هاي كنت على الساعة 1:15 كان اشرب مي فلقيت الدار كلها مشعله فناديت امي بقولها طلي شوفي انا وضع الدار صارت كل بعرفش. فيومها كانت تعبانه كثير فهذيك الليل بنتي كانت سكعه ومربعانيه فانا كنت نايم الاولاد عندي ليلتها يعني صدفة انه بكون نايم انا ما كنتش طبعا موجود في البيت. فكنت انا وياها على اساس ان نشوف شو في الدار فلكنا الشباك هاي كله مولع وفي كمان نار على السجاده والخزانه. نلعب اجوا صغار مستوطنين كدنا صار يسبوا ونزل هنا صار يرد واحنا يعني طلعنا انها لعبه. مره في يعني هجمه بكت كبير في النهار هان يوم صابوا 3 شباب باب دارنا اغلبهم اولاد صغار يضربوا علينا يضرب. والله انا بدي اطلع من الباب اللي غاد فينا باب ثاني انهم واقفين هو اولاده شنو هالكدش الحجرين هاول فينا بدهم شيء نطلع من الباب. كانت الساعة 12 ونزلوا علينا المستوطنين وصاروا يحرقوا ويطبشوا في الدو ويطبشوا ويومتها كان اخوته بدهم يطلعوا ابوي طلع على الحيط صار يرجد عليهم اول ما طلع انضرب حجر وصاروا انهم بدهم يطخوا بس ما قدروش. The idea behind the Israeli settlement policy in the West Bank is very clear, is to allocate as much as possible of land of the West Bank to Israeli citizens who move to the West Bank and live in these settlements, yeah, and to marginalize the Palestinian community, which is about 90% of the population still today, yeah, to certain enclaves, areas, Bantustans, if you wish, and to concentrate the Palestinian community in these areas in order to leave as much as possible vacant land for the development of Israeli settlement. سخانك
المدارس وبلشت المشاكل. يعني ولا يوم ما هدي بالنا فيه. يعني كانوا في البداية ينزلوا كل جمعة وسبت مستقبل. بس في الفترة اللي بعدها لما اشتدت وتيرة المشاكل صاروا شبه يومي شبه يومي أكثر شيء جمعة وسبت. Huge amount of land, actually the entire mountain. Yeah, Jabal Sultan al-Farsi, yeah, this is the Arab Palestinian name, is today held by the Israeli settlers of Yitzhar. And actually a huge amount of agricultural land, grazing land, had been totally lost for the Palestinian communities around Yitzhar. بدهم يطلعونا من الدور اللي بدهم اياه. هاي الارض اللي فوق هسه صدروها, حدا بيطلع عليها ما حدا. عدة مرات يوصلوا باب البيت هنا, قسم يبلش يضرب حجار علينا, وقسم يولع نار, وقسم يبكى يكتب في شعارات, وإحنا في حالة نفسية يعني كثير تعبانين. في عندهم مدرسة دينية على فكرة, هنا في حال المدرسة الدينية عندهم من أشد عنصرية في المدارس الدينية في إسرائيل. حتى الحاخام اللي أصدر فتوى بقيت أطفال العرب من المدرسة الدينية هم. يعني دائما كل يوم كل يوم كانوا ينزلوا هون, كانوا يضايقوا كل الناس يعني مش لأ إحنا لحالنا, كانوا كمان يضربوا قنابل الغاز وإحنا نتخنق منهم. يظلنا يعني طول اليوم خلاص هسه بدهم يجوا هسه بدهم يجوا. مرات بخاف وبخاف وبنزل أنا وأختي عند عمي, نظل هناك تا يطلع مستوطنين بعدين بنروح الدار. قسمت المستوطنين والجبل, مع الجبل وهاي هم هون. قالت عنا إنه مرات بدخونا ومرات بأخذونا إحنا ولاد الجيران بيذبونا في جارة, وكانوا يرطونا وطلعونا كله إنهم هم بدهم يخلونا نصير مستوطنين زيهم. إنهم يعني يحلوا عنا بطلوا ينزلوا عشان نصير نطلع لفوق ونقطع حريتنا. بتنامش ما هي من الخوف, بتنامش من مرة هسا دائما قاعدين على الشباك هي وأحمد, ظلوا قاعدين يراقبوا. هاي اجت جندي وهاي اجت جيب وهاي اجت جيش وهاي اجت مستوطنين طول النهار وهم هيك.